ما في منكم الخير ابدا. ابراهيم شو صار؟ يا ترى اخوك حط عقله براسه؟ انت صاير عم تشبه اخي كتير، ما في بقلبك زر الضمير؟ رنا تركينا من الحكي هاد، هلا خبريني شو قالك اخوك. عم ينكر كل شيء قاله. شو؟ كيف يعني عم ينكر؟ مفكرني عم العب معه؟ هو اللي وعدني لحتى انقذه، قال لي رح يقول لي وين بنتي. بس هو عم ينكر هذا الحكي؟ هيك لكان بعد ما أنقذت حياته، يعني راح الخطر عنه هلأ. وطبعاً إبراهيم عنده ضمير، أكيد ما راح يأذي بنته، مزبوط؟ يعني هيك صار الحكي. إبراهيم ليك اسمعني شوي. رنا ما عاد بدي اسمع أي حدا. أنت بالمشفى؟ لا أنا برا. رنا لا تكذبي، أنا بعرف إنك بالمشفى. أعطيني أخوك. إبراهيم رنا انت ساوية اللي عم قلك عليه. بده يحكي مع أخي. إبراهيم بده يحكي معك. الظاهر انه رجع عقله لراسه. ألو شو يا حضرة المحامي؟ فهمت إنه ما بتقدر تعمل شيء مو هيك؟ إيه أنا فهمت، فهمت يا حضرة الضابط. وهلأ إجا دورك لتفهم. اسمع لشوف. مشان الله لا تقوصني بعد عني. هذا صوت سهام؟ سهام؟ أنت يلي بلشت. سمعت صوت سهام؟ لساتها عايشة؟ قلت لك بس ما سمعتني، هي مالها لعبة. من كل عقله مفكر انه رح يخوفني. يعني لساتك مفكر انه عم يلعب؟ يعني ما رح تصدق لحتى تموت بنتك؟ اطلع إلى برا. اطلعي وانتي. يلا سيدي. ايه اتركونا لحالنا، اطلعوا. اذا ببنتك عم تعمل هيك فطبيعي تعمل ببنتي اكتر. انا قلت اطلعوا. الظاهر اجيت بالوقت المناسب.
هلا قدرينا باللي صار، الحمد لله على سلامته. انت حابة انه نتفق؟ انا موافقة. انت عم تحكي عن جد؟ مستعدة اعمل كل شي كرمال بنتي، واذا اضطريت كمان مستعدة اوقف بوش قدرت، المهم انه ترجع لي بنتي بالسلامة. وانا بوعدك يا مرت اخي رح لاقي طريقة ورجع لك فيها سهام. بس برأيي نحن لازم نخلص من هالموضوع بأسرع وقت، تعرفي أخوكي ممكن يشك فورا. Ugh.